السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لاحظ أنه أنا عملت مجموعة pages، مجموعة صفحات، لو أضغط على البراوز أو ممكن أضغط على SQL واختار select all واضغط go، حيظهر عندي الصفحات اللي أنا عملتها. لاحظ هنا أنت عندك الايديات مختلفة، لكن ربط هذه الصفحات مع المنيو حيكون عن طريق من؟ عن طريق السبجكت ID اللي هو مربوط حيكون مع الID. طيب هنا احنا عدنا، لاحظ السبجكت ID 111، بمعنى هذه ثلاث صفحات مربوطة مع الهوم. عدنا هنا اثنين مثلا، لاحظ هنا ايضا عدنا طبعا اثنين، انا ضفته بعدين، اوكي، اللي هي عايدة لمين؟ عايدة لصفحة الاباوت مي. عدنا ثلاثة 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 عايدة للبلوك. عدنا أربعة 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 اللي عايدة للتوتوريالز. إذن هذه هي الصفحات الضمنية اللي تكون من داخل المنيو التابعة للمنيو. طيب كيف أنا أكتشفها؟ لاحظ كيف أنا أعرضها مثلا. نقدر نقول مثلا select كل من البيجز لما يكون الID يساوي مثلا 2، أعمل go. لاحظ ظهر لي عندي PHP الID، لاحظ الID يكون 2، أوكي. ممكن أنا أجيبها عن طريق الID، أجلبها عن طريق الID. ممكن أيضا أنا أجلبها مثلا، خلينا نقول for example، لو أجيت هنا، لاحظ هنا لو أجيت مثلا قلت أو نرجع هنا مثلا الID 2، وجيت هنا مثلا عملت select أيضا select all from menu where الID يساوي 2 يساوي 2، لو ضغطت على go لاحظ يظهر لي هنا منو؟ about me. لكن احنا نعرف كل الزين انه هنا هذا الID بيختلف عن الID الموجود في المنيو. يعني لاحظ هنا الID، لكن السبجكت ID هو من؟ واحد، اوكي. بيفرق الايديات لما تيجي تتعامل مع هذا الID والID المنيو، بيفرقون عن بعض، لان هذا الID في المنيو مربوط مع من؟ مربوط مع السبجكت ID، اوكي. لكن لو اجينا كتبنا مثلا هنا انت عندك الID 2، لو اجيت للتحقق حتى تشوف انه هل هم بالطرفين متساويين بالID subject، مثلا لو تيجي تختار for example where subject ID مثلا يساوي 2، نضغط على go. لاحظ هذه الصفحات about me وهنا عندك subject ID 2 2، لو جينا قارناها مع menu الID هو 2 هو about me، بمعنى انه هذه الصفحات استطعنا انه عمل علاقة مع المنيو انه تكون عايدة لمين؟ عايدة لل about me، اوكي. طيب هذا نقطة. في عندنا ايضا for example مثلا اذا جيت مثلا for example هنا اختاريت where id مثلا for example يساوي لنا 3، لاحظ هنا بيظهرنا المنيو اللي هو البلوك 3. لو حبيت اشوف صفحاتهم اجي على ال SQL اجي اقول where subject id يساوي لي شو؟ 3. اضغط على go بيظهر لي صفحات العايدة، لاحظ هنا العايدة 5 6 7، لكن طلع لي subject id 3، اوكي 3 3 3. هذا بيفيدنا بشو؟ هذا يفيدنا، هذه الكوماندات تفيدنا في ال PHP لما نجي احنا مثلا PHP كان او جافا او كانت مثلا روبي اون ريل، ممكن انه احنا نستدل على هذه الصفحات عن طريق السبجكت اي دي. اضف الى ذلك ممكن عن طريقها نعمل شيء مثل هذا المنيو اللي ظاهر امامكم، انه هذا الاباوت بيظهر عندك ثلاث اشياء. هذا بيفيدنا بموضوع مهم جدا، انه اليوم انا لما اجي انشئ بيج ما حاجه انه انا اجي اعمل تخصيص للمنيو، لا، هو حيتم اضافتها اوتوماتيكيا تلقائيا، يتم اضافتها في المنيو. ليش؟ لأنه أنا لما أجي أكتب السبجكت ID مثلا 3، أعرف أنه هو أوتوماتيكيا في البلوك، مثلا هذا إذا كان بلوك، أو مثلا about me، الـ about me أتصور 2 كان صح؟ الـ about me هو 2، يعني إذا جيت أنا قلت له where ID يساوي 2 مثلا، أجي هنا ألاحظ أنه أنا عندي 2، أوكي about me.
لما اجي ادخل الـ about me، لما اجي انا في الـ PHP اعمل كود اقول له انه ابحث لي عن الـ ID 2 مع الـ subject ID 2. بهذه الحالة هو اوتوماتيكيا حيبحث في الـ page، حيبحث عن الـ subject ID اللي يساوي 2. بهيك حالة راح اشوف يطلع عندي صفحتين. يعني الان لو ضفت صفحة اخرى انا ما راح يكون عندي اي مشكلة في المنيو، حيتم اضافتها اوتوماتيكيا بدون التدخل، واجي مرة اخرى واتلعب في المنيو واتلعب في النافيجيشن بار. هذا يسموها نافيجيشن بار، اوكي، اتلعب في النافيجيشن بار، لا اوتوماتيكيا يتم اضافتها. اوكي، مثلا الان هذا في كونتاكت واحد، ممكن هو يضيف 2 3 4 عن طريق من؟ عن طريق الداتابيس. وهذا الشيء طبعا احنا ما راح نعمله بالداتابيس، احنا هذا تمهيد لدورة ماي اس كيو ال اند بي اتش بي، كيف نستخدم الماي اس كيو ال مع البي اتش بي. فاذا هذه هي الفكره كيف تتعمل علاقات. يعني انت ممكن ايضا تعمل مثلا تعمل كيف اقدر اقول لك، لاحظ مثلا تعمل شركة مثلا هاي النقل الشحن، شركات الشحن او النقل عبر الانترنت. يعني مثلا تكون انت يطلب من عندك مثلا الاي دي، الاي دي هو اوتوماتيكيا يقوم باضافتها، لكن يطلب من عندك اليوزر نيم الباسورد والى اخره من اشياء. اضف الى ذلك هو اوتوماتيكيا حيعمل لك بروفايل، اوتوماتيكيا يعمل لك بروفايل موجود فيها الاوردر، شو اللي انت طلبته، كمية المواد، عدد المواد، مثلا امازون كانت او اي باي وهذا والى اخره من امور. فراح يعمل اوتوماتيكيا اي دي مربوط مع من؟ مربوط مع الاي دي سبجكت. فانت اي شيء تكتب هون هذا حيكون له علاقه بمن؟ له علاقه باليوزر نفسه. اوكي، هذا ايضا ممكن انه تستفاد من عنده في عمل هيك نوع من العلاقات. اضف الى ذلك ممكن انه انت تعمل له ايضا مثلا صفحة أخرى، مثلا هذا صفحة للأوردر، هذا صفحة للبيمنت للدفع مثلا، تعمل مثلا صفحة أخرى أو تيبل آخر عن الـ الـ الأشياء الخصوصية. فكل هذا يتم ربطها مع من؟ مع السبجكت اي دي مثلا، أو أي شيء كان، أي كولوم كان أنت بتختاره تقول هو هذا الكولوم المشترك حيكون مع الاي دي الأساسي لهذا الشخص. يعني مش شرط إلا في المينيو، اوكي، مش شرط إلا في المينيو. ممكن أنه احنا اليوم أخذنا مثالنا عن المينيو، قلنا أنه احنا عدنا منيو browse، احنا قلنا انه احنا عندنا منيو، اوكي، ممكن هذا مش يكون منيو، هذا يكون مثلا يوزر. اوكي، كل يوزر مثلا عنده تيبل خاص، اوكي، كل يوزر يكون عنده صفحه خاصه او تيبل خاص، مثل ما نشوف احنا في الفيسبوك او التويتر، كل شخص عنده صفحه خاصه ويعمل عليها تعديلات. بمجرد انه انت تضع اليوزر نيم او تعمل تسجيل في التويتر تلاحظ انه صار عندك بروفايل خاص، او بالفيسبوك صار عندك بروفايل خاص وتكتب فيها وتتشاور فيها مع اصدقائك وتعمل منشور. هذه هي الفكرة. طيب احنا هنا بنكتفي من الماي اس كيو ال. طبعا هذا مقدمة بسيطة عن الماي اس كيو ال. اعرف انه في الماي اس كيو ال في كثير اشياء، في كثير مواضيع ممكن نشرحها في الماي اس كيو ال، انا اعرف هذا الشيء. هذا فقط مرحلة اولى من الماي اس كيو ال، وانا وعدكم انه حيكون في مراحل كثيرة للماي اس كيو ال، وحنتعلم فيها اشياء اكثر واكثر وبالتفصيل. حنعمل شيء متوسط وحنعمل شيء متقدم، لكن انا حبيت انه اعمل هذا التمهيد لجماعه البي اتش بي والماي اس كيو ال اللي بيتابعون على اليوتيوب. اضف الى ذلك بينفع هذه الدوره ايضا للجماعه اللي يحبوا ياخذوا نظره عامه عن الماي اس كيو ال، يعني مش شرط الا انت تتابع البي اتش بي، لا، هذا ايضا كنظره عامه عن الماي اس كيو ال ممكن انه انت تستفاد من عنده في مشاريع اخرى. لهنا اتقبلوا تحياتي ونلتقي وياكم في دوره اخرى. مع السلامة.